برا، حمدي برا وسام شبوح ينجح يقلص الفريق على 8 نقاط. عرفت مصطفى يطلب مروي كشري. يوسف قدور، محمد المنفذ، تسديد الثلاثي ينجح تسديد الثلاثية ناجحة في وقتها. المرة الأولى حمدي برا ينجح يخلص الفارق إلى 7 نقاط. حمدي برا ينجح في الثاني يخلص إلى 6 نقاط. يوسف قدور ينجح، ثلاثية ناجحة من يوسف قدور مع 9 نقاط للشبيبة. ودقيقة 32 ثانية على نهاية الربع الثالث، قطع الثاني ضد أسامة شبوح وزوز رمية حرة للشبيب. أحمد اللطيف لتنفيذ الرمية الحرة الأولى لصالح شبيبة القيروان. أحمد اللطيف ينجح في اللول. ترجع الكرة للنجم الرياضي اللاذقية حمدي برا يرتكب الخطا وثلاثة رمية حرة للشباب. أحمد لطيف رمية الحرة الأولى ينجح. أحمد لطيف رمية الحرة الثانية ينجح. أحمد لطيف، محمد النفر ينجح ثلاثية ناجحة للشبيبة. عشرين ثانية على نهاية الربع الثالث، 7 ثواني 6 ثواني. التسديد الثلاثي ضائع ونهاية الربع الثالث.